مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة، وإن شاء الله النهاردة نعمل وصفات تنول إعجاب حضراتكم. ويعني أولهم وصفة هي وصفة محببة كل الشعب المصري، هي الحواوشي. النهاردة نعمل حواوشي، وهنعمله كده بطريقة سهلة وبسيطة، وممكن نعمله نسويه في الفرن، وممكن نعمله نسويه في جريل على البوتاجاز بطريقة سهلة ولطيفة. تعالوا كده نقول الأول مقدرنا، ونبدأ نتكلم على الحواوشي المصري بتاعنا العادي اللي هنعمله في العيش البلدي بتاعنا، ونحكي بقى مع بعض كده واحنا شغالين. هنحكي كمان عن أصل الحواوشي، أو الحواوشي مين اللي اخترع فكرة الرغيف اللحم اللي اتحط تحشي جواه لحمة، ومنين طلعت الفكرة دي. هنعرف كل حاجة احنا شغالين. طيب، عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، عندي بصله كبيره مفرومه، فلفل اخضر مفروم، توم باودر وبصل باودر لو حابين، بابريكا، شطه حسب الرغبه، انا هحط مكانها فلفل حار، عندي 7 بهارات ورشه ملح وفلفل، عيش بلدي ورشه من الزيت او مسحه زيت. هنسوي في الجريل النهارده مع بعض برده، يعني الجريل هنستخدمه. طبعا يفضل اللحم ده لو حابين تضيفوا ليه شويه حته ليا مفيش مانع خالص، يعني ايه الحاجه دي ترجع لحضرتك. هو مهم قوي يبقى فيه شويه من الدهون او من الطعم الدسم، اللي هي بتبقى حلوه قوي، لكن في ناس مش بتحبها، فانا هخليها اختياري على اعتبار انه اللي حابب يعني يضيفها مفيش اي مشكله خالص. اللحم لازم يكون فيه على الاقل 20% من الدهون، يعني لازم يكون فيه كده. طعمها بقى بالليه دي بتبقى لطيفه جدا. انا هاخد كده كميه من اللحمه وهحط عليها شويه من البصل. البصل ده كمان بيدي طعم حلو جدا الحقيقه. هاخد كده رشه بسيطه صغننه، مش كتير، بسيطه قوي، من البقدونس. عندي الفلفل الحار او الفلفل الرومي زي ما انتم حابين، بيدي بصراحه طعم حلو جدا. عندي معلقه صغيره كده من الطماطم المبشوره بتدي طعم، كنا زمان نعملها بصل طماطم مبشوره تدي طعم. هندعم بقى بالبهارات، ممكن رشه بسيطه كده من الشطه خفيفه، عندي بابريكا، توم باودر حطينا، وبصل باودر اهو، وهاخد كده ملح وفلفل. وادي الفلفل، وهبدا اقلب تقليبه حلوه. عايزه اقول لكم من اجمل الاكلات الحلوه السريعه. كده العيش بقى لازم لما نشتريه يكون العيش البلدي ده بالظبط كده، ايه يعني 80% تسويه. ساعات كده بنقول للفرن واحنا بنشتري احنا عايزينه 80% تسويه. انا ممكن ازود على فكره واحده طماطم كمان، واحده بس من غير الميه بتاعه الطماطم، يعني خدت بس الايه الخلاصه بتاعتها، القلب بتاع الطماطم كده. هنا تبقى بقى ايه من المحتويات كده جميله جدا. تعالوا بقى نشيل كده دول. وهبدأ أجهز كده الأرغفة جنبي. وهنتكلم كمان عن الحواوشي، هنحكي عنها دلوقتي زي بالظبط كده الكباب. كان له برضو قصة، أو كفتة الحاتي بمعنى أصح، كان ليها قصة برضو، وهي كانت عيلة اسم عيلة ونصبت ليها في الآخر أنه هي اسمها كفتة الحاتي. يعني عارفين في حاجات كده الواحد لما بيعرفها بيبقى مبسوط بيها. انت معايا ندى؟ وإيه مستنية إيه يا ندى؟ أنا قلت تكوني نمتي ولا حاجة. يلا ماشي، هناخد كده طبق. هجهز بقى اوري حضراتكم شكل العيش. بسم الله، بصوا اهو العيش البلدي بتاعنا الصغنن ده،
هي بتبقى لطيفه جدا. وعلى فكره ساعات في ناس تحب تحطها على الشوايه لو بتشوي يعني على فحم، وتحط كده على الشبكه بتبقى جميله وبتدي طعم يجنن. بنفتح كده حته منه ونبدا ناخد من اللحم ده. ونحشي جوه. بصوا بصوا ده، بصوا الجمال. هنحكي بقى مع حضراتكم قصه الحواوشي دي اهي. قبل سنة 71 ما كانش حاجة موجودة اسمها حواوشي، ولا حد يسمع عنها أساسا، لحد ما في جزار اسمه محمد الحواوشي. الراجل ده كان بيعمل الحاجات دي وكان بيطلعها لله، يعني ابتغاء مرضات الله كده للناس الايه المحتاجة. وكان هو علية القوم أما شافوا الحاجة دي اللي بياكلوها الناس البسيطة دي، قال له أنت جبت الحاجة دي منين؟ فانتشرت القصة، قال له ده في واحد فلان هو اللي بيعمل الحاجة دي بيوزعها علينا. فبدأت كمان تنتشر في الطبقة الإيه؟ العليا. أول محل ظهر للحواوشي كان في محافظة الشرقية. خدها من هنا من القاهرة من عند الحاج محمد الحواوشي ده، وفتح محل بيها هناك فين؟ في الشرقية. ابتدوا بقى تنتقل من الشرقية لإسكندرية لطنطا لبعض المحافظات، وانتشرت في أنحاء مصر. كل محافظة ليها سبحان الله إضافة من عندها، زي الإسكندرانية. احنا النهارده هنعمل كمان تحية لكل أهل إسكندرية من خلال الحلقة بتاعتي، هنقول لهم تحية لحضراتكم. هنعمل برضو العجينة بتاعة الحواوشي الإسكندراني، إنها جميلة ما ينفعش نروح إسكندرية من غير ما ناكل الحواوشي الإسكندراني ده، أو الفطير الشرقي بالسجق الإسكندراني. يا نهار أبيض على طعم السجق بتاعهم، حاجة كده رائعة. وهذه كانت قصة الحاج محمد الحواوشي، الله يكرمه ويعمر بيته، اللي ايه عمل لنا اولا فكرتها كانت فكره جميله جدا، لانها اولا كانت حاجه يعني فيها سمو كده في الاخلاق، وان هو كان بيعمل حاجه حلوه ارضاء لله سبحانه وتعالى. وبعدين حط اللحمه جوه ارغفه من العيش عشان تبقى مشبعه، فهي فكره حلوه. عشان كده بقول لحضراتكم فكره حشو اللحمه جوه الارغفه دي مهمه جدا، زي ما احنا بنعمل الندر او بنعمل حاجه بنقول هنحط العيش واللحمه والصلصه، وفي ناس ساعات بتحط فيه شويه من الرز احيانا عشان تبقى حاجه مشبعه، لكن الاساس فيها العيش. فدي كانت فكره جميله، وبنشكره ان هو كان سبب في انها تنتشر في المحافظات. وطبعا لكل محافظه اكيد لمساتها الخاصه وطابعها الخاص اللي ما بنروح بنستمتع بيه. انا كده حشيت الارغفه، عندي صاج، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حبيبتي ممكن نعمل انت عايزاه كله ينودي. هاخد كده بس فرشه، هستسمح حضراتكم هنا في الفرشه، هبدا كده اخد بوله صغيره، ممكن دي احط فيها شويه من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهعمل كالاتي، هلبس بس الجلافز عشان همسك الرغيف ادهنه من وشه وظهره. وهعمل واحد دلوقتي مع حضراتكم هنا على الجريل، بس بعد ما نرجع من الاستراحه هجهز الجريل ونشتغل واحد كده للي مش حابب يحطها في الفرن او مش حابب يعملها فيه. هدهن كده الصاج الاول، دهنه كده. هو ده، اولا اللحمه ما يبقاش فيها سوائل خالص، ما يبقاش فيها ميه. شوفوا انا الطماطم، شوفوا هي فيها ميه لان انا بشريها طبيعي، خدت منها اللحم بس صفيته. اي حاجه جوه الحواوشي انها تبقى فيها سوائل، لان هو اصلا اللحم بيفرز شويه عصاره طبيعي عشان يستوي. فانا لو المساله دي انا مش مساعداه ان كمان يبقى هو الخليط اللي انا بضيفه له او الاضافات زي البصل والطماطم وكده مش جافه قوي او فيها سوائل، خلاص هيبقى ميه، هيبقى طري جدا. بصوا بدهنه من وشه ومن ظهره كده. في ناس بتحب تلف في ورق زبده وتحطه في الفرن. طبعا المسحه دي بتدي طعم، لكن طبعا اللي عايز يطعم بالليه اولا هي طبعا ما تحلاش غير بالطعم اللي حضراتكم شايفينه، وان يبقى فيها حبه شطشطه شويه. يعني ايه حبه شطشطه؟ يعني يبقى فيها الفلفل الحامي تحسوا كده، والتوابل بتبقى كتيره، البهارات كتيره، يعني ملح وفلفل بتتحط البهارات اللحمه او الحواوشي دي بنسبه حلوه يعني. عشان كده احنا بناكلها بره نلاقيها طعمها مختلف، فاحنا عشان في البيت ما بنعملش الكميه دي او ما بنكترش البهارات. بس انا بقول لحضراتكم هي اهم حاجه فيها البهارات اللي هي السوائل ما تبقاش كتير. هعملها معاكم دلوقتي كده على الطاسه كمان. بصوا الزيت اهو،
وتعالوا بقى ندخل دور الفرن ونعمل الاثنين دول هنا قدامنا على الطاسه. هدخل دور الفرن بسم الله 180 شغال فرن وشوايه فوق علشان اضمن انها تاخد من فوق ومن تحت في نفس التوقيت. هنبدا دلوقتي كده نجهز مع بعض هنا بقى طاسه على النار، وهستسمح حضراتكم هنطلع لاستراحه ونرجع نستكمل مع بعض بدايه الشوط الثاني. نبدا نسوي الحواشي كمان على الطاسه، نشوف هيطلع شكله ازاي المصري، في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. دلوقتي بدانا الشوط الثاني وهنبدا نحط هنا كده ارغفه من الحواشي، وهبدا اهدي النار برضو. انا مش عايزه النار تبقى، بس انا عايزاها في الاول شديده. ليه؟ علشان ما تنزلش، ما تساعدش اللحمه تنزل ميتها، لان لو هديت النار اللحمه تنزل الميه بتاعتها. بدهن بس كده، دهنت الجريل الاول وبعدين بحط هنا كده في النص الاول اللحم، الرغيف اللحمه اللي احنا عملناه. وتعالوا بقى نطلع ليه عجينه الايه الحواوشي الاسكندراني. يعني انا بحب اعملها بالطريقه دي، هقولها لحضراتكم تطلع جميله وطريه وحلوه. ممكن يمكن هما ما يضيفوش فيها الزبادي، ما يضيفوش فيها اللبن، بتتعمل بميه على طول وتبقى زي وخميره. خلينا ايه نظبط كده الدنيا الاول. عايزينه كده حبايبي، اجيبه لكم كده. حاضر كده، اوكي تمام كده مظبوط، عشان تبقوا شايفيني وانا بعجن. تمام، تسلم ايديكوا عني. طيب هبدا بقى نقول بسم الله وننزل مقادير العجينه. انا العجينه دي تقدروا حضراتكم تسقوها بالميه عادي جدا، وما تضيفوش الزبادي، بس انا حبيت اعملها بما ان احنا عاملينها في البيت بقى، فنعملها يعني تطلع عجينه كده ليها طعم حلو يعني، وناخد حاجه حلوه كده من ايه من الاسكندرانيه. طيب كوبايه ونص من اللبن، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خميره، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، 4 معالق كبار من الزبادي، 4 كوبايات من الدقيق، نص كوبايه من الزيت. بسم الله، هاخد الاول مكونات الجافه، احط كده شويه بيكنج باودر بسيط، عندي السكر، عندي الخميره ورشه الملح. بسم الله، وهقلب المكونات دي مع بعض كده الاول الجافه، وهاخد الخليط ده بسم الله الرحمن الرحيم، ههديها دلوقتي. هاخد الخليط ده كده ممكن بالمعلقه دي بسم الله، نحط الدقيق اللي خلطنا عليه الخميره، خلطنا عليه الملح، حطينا عليه رشه البيكنج باودر بسم الله. دقيق ممكن يكون متعدد الاستخدامات، اهو هحط الزيت بسم الله، هضيف الزبادي وهقلب الخليط ده. وانا بقلب هنزل الميه بسيط كده دافيه او لبن دافي. اللبن ده يعني انا مدلعاها على الاخر، لكن هي ميه مفيش مشكله خالص. نقلب بقى الخليط ده كده شويه مع بعض بسم الله، وننزل عشان اتحكم في نسبه السوائل. بص كده مع حضراتكم بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا عايزه تتضرب شويه كمان لسه، هديها حاجه بسيطه من السوائل ونخدمها شويه كمان بسم الله.
حوالين الايه الحله دي تنضف تاني وترجع بتلمع. شايفين رغيف الحواوشي؟ اهو كده تمام. ادي العجينه اهي، شويه صغننه هنا. بصوا رغيف الحواوشي، عايزه بقى اهدي هنا النار شويه اهو. بصوا هلسعه من الاثنين من ناحيتين. بصوا خليني اخد كده سباتشولا، بسم الله هنا عشان يستوي هنا. بصوا كل ما اعرف منين انها ما بقتش لينه بتمط، لسه شويه لسه. بصوا ماسكه نفسها شويه، العجينه حاساها تقيله في ايدي، مش لينه كده بتمط معايا، يبقى مستنيه شويه على الاقل 10 دقائق تفضل تتضرب كويس. بصوا عشان انا دهنت الرغيف ودهنت الكمان الايه الجريل اهو. وهنبص بصوا على اللي في الفرن. بصوا بقى الريحه ايه، يا نهار ابيض. بصوا مش لازق ازاي، شايفين شايفين الجمال اهو. بصوا اللحمه استوت خلاص، خلاص استوى اهي، هطلعها لحضراتكم. ما بياخدش وقت، الريحه مش هقدر اوصفها، لازم حضراتكم تجربوا. بسم الله نبدا بقى. خلاص نرفع العجينه بتاعتنا الحلوه دي. ناخد كده بوله، هحط في البوله مسحه كده من الزيت، امسحها كده كويس، وهنزل فيها العجينه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى العجينه بقت جميله ازاي، اهو ده اللي انا قصدته. بصوا ما بتلزقش اولا، بصوا لينه. الزبادي ده بيخلي العجينه طريه، بصوا الجمال اهو، شايفين ازاي؟ شايفين ملمس العجينه؟ عجينه رائعه ما شاء الله. هنسيبها بقى هنا كده وهنغلفها، وانا هنا كده بقلب ده على الناحيه الثانيه، هغلفها بالستريتش او بالكلانفل علشان اسيبها تخمر، وبعد ما تخمر هسيبها ساعة في مكان دافي تخمر كويس، وبعدين ابدا اقطعها كور عشان بسم الله اهو. برخي شوية بس الايه الاسترتش، عارفين ليه؟ لان لما بتخمر بتتشد قوي، بصوا بتعلى تبقى كده، لو هو مش مريح شوية ولقيت مساحة تعلى فيه هينفجر هيتقطع. كده احنا عملنا العجينتين. ادي العجينه بعد ما خمرت، شوفوا بتعلى وبتبقى رائعه ازاي. ناخد كده بس بال هنا كده، الرغيف التاني ده ممكن يدخل جنبها هنا، ممكن مش هيقول لا بصراحه. مقاس ده كويس وشايفين اهم حاجه ما تلزقش، ما تنزلش سوائل. بصوا بصوا ما شاء الله يا سيدي. تعالوا بقى كده ناخد ايه طبق، انتوا حاطيني طبق اقدم فيه فين يا حبايب قلبي؟ طيب انا عرفت ممكن يكون هنا. طيب ممكن اخد ده، بسم الله. ناخد كده هنا، اخد فرشه بقدونس كده حلوه هنا. هناخد رغيفة العيش حالا حاضر، بسم الله. وده ننزل هنا، وانا لسه بسوي هنا اهو واحد كمان على الجريل، شايفين؟ وده هبدا اقلبه. اهم حاجه النار تبقى عاليه في الاول، انا قلت لحضراتكم عشان اول لمسه ليها للنار في الجريل لو هنسويه على البوتاجاز ياخد الصدمه واللحمه ما تنزلش سوائلها. لو اللحمه نزلت سوائلها العيش مش هيبقى ماسك نفسه، شايفين كده؟
ومن جوه بصوا اللحمه استوت ازاي. انتوا شايفيني كده يا ولاد ولا اقلبها لكم الناحيه دي؟ اهو شايفين الجمال. انا هقطع لكم واحد في الاخر. انت هتاكله؟ طيب خلاص احذف كده. طيب ممكن ادخل ده بسرعه ولا خليهم هنا وخلاص؟ يلا هنسويهم هنا عشان يطلعوا مظبوطين وتشوفوا سواهم. هخليهم هنا. انا ايه هجهز بس العجينه بسم الله بتاعتي، هوريكم شكلها. حاضر، بصوا العجينه ما شاء الله اهي. همسك بقى كده، لازم افرغ الهواء. عجينه رائعه على فكره، تنفع لحاجات كتير، تحشوها اي حاجه انتوا عايزينها. حقيقي عجينه دي رائعه ما شاء الله يعني. بصوا شايفين اهي، شايفين الجمال اهي. هبدا بقى اقطع منها مثلا ارغفها كده، وهن ايه ونحط رشه الدقيق ونبدا نشكل. لكن انا عقبال ما اعمل الحبه دول هستسمح حضراتكم نطلع لاستراحه ونرجع نستكمل عملنا ايه في الشوطين اللي فاتوا مع بعض باذن الله. في انتظاركم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه. مره ثانيه بعد الاستراحه. بصوا اهو بس تبقوا شايفين كده ما شاء الله ما شاء الله. يا رب يكون باين كده تمام. الحمد لله بسيط وسريع وجميل، واحلى ما فيه انه يعني ايه استوى على طول. اللي عايز يدي لون طبعا اللي في الجريل اللي حمصوه شويه، اهم حاجه ما تعلوش النار عشان ما يتلسعش العيش من تحته ويدي درجه غامقه، وبعدين حضراتكم تيجوا تقلبوه تلاقوه بقى ايه ناشف زياده. اهم حاجه الموازنه في التسويه بالذات لو هعمله على الجريل. طيب نودي بقى الطبق ده هناك كده عليه يعني رشه ايه. طبعا ده عايز بس شويه سلطه خضراء كده حلوين وميه السلطه كده جنبه، او سلطه الطحينه لو تحبوا. بحاول افرد كده. انا طبعا عايزه اساوي ده لان هي العجينه هنا. هجيب صاج واحط عليها. اهم حاجه عقبال ما اجهز للعجين ده خلينا نجهز الايه الحشوه الاول. عندي للحشوه بتاعه اللحم الاسكندراني او الحواوشي الاسكندراني عندي كده شويه من اللحم. طبعا هنزل تاني المقادير وانا شغاله يا اولاد بعد اذنكم. شويه بصل، فلفل، دي لا داوود باشا مش دي. بصوا فص ثوم، دي حواوشي اسكندراني حشو. ايه تمام، شويه من بقدونس بهارات، هاخد رشه ملح وفلفل. فصين الثوم دول عبقريين بجد. حطيت شويه فلفل الوان، هاخد رشه ملح وفلفل معايا. ده ايه، هنقلب بقى الخليط ده. المقادير قدام حضراتكم على الشاشه اهي كده. خلطة حلوة كده. عايزين تحطوا شوية بابريكا ممكن، على فكرة أنا ممكن أحط شوية بابريكا. بصراحة التوابل في الحواوشي جميلة والحقيقة يعني مع نوع اللحم طبعا بتبقى أحلى وأطعم. ده شايفين. والميزة بقى إن احنا بنحشيها عجين كده لحمة مفرومة على طول. هاخد بس صاج كده جنبي هوري حضراتكم ازاي دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، وهدهن الصاج ده نقطة زيت وهاخد فرشة. بسم الله الرحمن الرحيم، ندهن كده. هاخد تعالوا بقى هنا
عليها الحشو. شوية لحمة مفرومة. شايفين ببساطة كده. تعمل بقى زي ما انتوا عايزين، عايزين حشو حلو، حشو وسط، حشو زيادة، عايزين تحطوا أجبان، في ناس بتحب تحط أجبان ساعات، يعني تطوروا جدا في الموضوع ده الحقيقة. شايفين كده، هغطي هنا، وانا عشان تبقى واخدة يعني شكل العيش قوي، عايزة اديها شكل الرغيف كده داير ما يدور. زي حروف البيتزاية كده، انا بحب احسه كده بصراحة يعني. الامانة يبقى رائع. افندم سامعاك، مركزة معاك. يبقى ليه حرف، انا بحب بصراحة اعمله كده في البيت. ممكن تعملوه من غير حرف لو انتوا حابين اهو. الحروف مش محشية بس. انا دخل ده الفرن، بسم الله، خليني بس اديله دهنة زيت بسرعة بسيطة خفيفة كده. مسحة بسيطة. يلا بينا، بسم الله. هنا اهو، ونقفل. العجينة نفسها فكرتها رائعة. عارفين العجينة دي اصلا ممكن تعملوها بشكل تاني لطيف برضو، عارفين زي المنقوشة بزعتر، وزي المحمرة السوري. بس المحمرة السوري ليها كده خليط حلو بيتحط فيه الفلفل الاحمر مع حبة البركة، ويتقلى على النار يعني، ليها بزيت الزيتون موضوع كده. ان شاء الله مرة نعمل حلقة كده فيها الحاجات الحلوة دي. تمام، هنعمل كده. ممكن بقى وهو مدور كده، بصوا على الزبطة دي. اهو كده ده رغيف. نعمل التانية زيها، بدل بقى الشكل اللي انا عملته ده، ممكن نعمل يبقى على طول على قد الايه الرغيف دايرة. مردانة دي بس محتاجين نجيب واحدة ما تكونش بتلعب حديد زي دي، يعني عشان تناسب كل الأجسام. انتوا عارفين هي دي تناسب أسطورة بس، صح؟ يعني أسطورة ما يمسكها تبقى عادي، صح؟ أنا أمسكها تبقى حاجة كبيرة قوي جدا. ده بجد؟ بصوا كده، تعالوا بقى ناخد على الرغيف ده، هاخد صاج تاني. بسم الله. نقطة زيت كده، وبعدين اللحم.
المنقوشات بقى بتتخش الفرن كده من غير غطا، مش زي الحواشي الاسكندراني ليها غطا من العجين خالص، لا بتدخل كده زي ما حضراتكم شايفينها كده بس بوشها اللحم يا دوب يستوي تطلع. حتى المنقوشه بلحمه او المنقوشه بجبنه او بزعتر كده، العين بقى اهو يقفل. هقفل بس الحروف صغنونة قوي. عايزين نبص على اللي في الفرن. طبعا بشغل زي ما قلت لحضراتكم فرن مع مروحه مع شوايه، او لو هتشغلوا الاول فرن وشوايه وبعدين تاخدوا الايه تشغلوا الفرن مع مروحه وبعدين تشغلوا الشوايه. اول ما تبدا بس تشد من تحت تاخد الفريم اللي حضراتكم شايفين، فريم كده صغنن، حرف كده صغنن، اهو شايفين ازاي اهو. ندهن بس الوش كده مسحه زيت خفيفه. بصراحه بتبقى رائعه، طعم العجين كمان جميل. اعملوها بقى وحدات صغيره لو حابين، بقدونسايه دي مش مشكله مش هتضر. تعالوا ندخلها الفرن. بسم الله. ماشي اوكي. يلا بينا قفل. وهنبدا بقى ننظف المكان هنا. طبعا الصغير ده اقدر اعمل بيه عجين صغيره تتعرض كده لطيفه جدا، ممكن اعملها زي الفطاير. زي شبه القطايف صغنونه كده. ممكن ايه احنا عندنا وقت قد ايه حبايب؟ طيب ناخد كده ممكن قطعه منهم وحدات صغيره كده مثلا ده. بصوا ونعملها في صاج لوحدها تبقى حلوة قوي، رغيفة صغيرة ميني كده للولاد بتعجبهم قوي، هتعجبهم قوي بجد. اهو كده نقسم الكرة كده اتنين، نشيل دي وناخد واحدة تانية. تبقى رغيفة صغيرة تنفع كمان قوي، عارفين لو في عندنا مناسبة ولا عشاء ولا حاجة بسيط للولاد يكونوا أولاد صغيرين ونعملهم هما حاجات صغيرة ميني على قدهم كده. هاخد كده اجيب صاج كمان هنضفه كويس ونبدأ نحط نقطة زيت. بسم الله. هاخد كده من اللحم. بصوا انا يهمني انتوا تبقوا مستريحين، ربنا يساعدكم حبايبي. شكرا ليكم جدا. بصوا كده تبقى رغيفه صغننه، على فكره تبقى حلوه، الواحد ساعات بيبقى مش قادر ياكل قدام بقى تلفزيون ولا حاجه، ونقطع بقى الرغيف الصغير ده انصاص كده او اربع ويتاكل كده بيبقى حلو قوي. حاجات كده خفيفه ولطيفه تبسط الولاد جدا. اهو شايفين ازاي؟ اهو كده خليها هنا.
كده بصوا اهو. الحاجات دي بتبقى لطيفه جدا على فكره، افكار ظريفه ومش شرط يعني نعملها ارغفه كبيره علشان اللي احنا متعودين عليه، لا دي بقى بتتقطع صغنن كده تبقى طبق كل واحد ياكل، تبقى حاجات كده سناكس بين الوجبات، والله بتبقى روعه. غير طبعا لو هي كوجبه رئيسيه هتتاكل كوجبه رئيسيه طبعا، الحواوشي مفيش كلام اهو. بصوا هاخد كده بالزيت امسح مسحه، تبقى ميني حواوشي. هيجرى لها ايه يعني؟ دي الميني حواوشي. بسم الله اهو. تعالوا بقى نعمل واحد كمان، ايه رايكم؟ تقريبا كده ايه زي الفل صح؟ صح يا روني حبيبتي كده زي الفل يا روني. مش مكتوبه لها ليه مش عارفه والله. يعني احنا كان في نيتنا نعمل حضراتكم حاجه كتيره بس عايزين نعمل دي وناخد وقتنا حلو مع حضراتكم. خليني كده ايه اخد الجلافز. بسم الله. بصوا بس اللي تحت لسه شويه وهقطعها لكم كده، نشوف الرولة فين ونقطعها. ده وده اللي فوق لسه اهو. ها حواوشي دي ولا مش حواوشي؟ المصور قدامي. العجينة بصوا جميلة يا متعلمين يا جمال انتوا. بصوا بقى أنا عايزة بس من حضراتكم تجربوا العجينة دي بأي حشوة تانية انتوا عايزينها، وبالذات مع الأجبان. عايزة أقول لكم العجينة نفسها قطنية وجميلة وتتحشي أي حاجة. يعني بجد والله لو حطيتوا فيها جبنة بيضة بس هتستطعموها وتبقوا مستمتعين بيها جدا. انا بعمل واحد تاني كده ميني حواوشي، وزي ما قلت لكم لما بيطلع الميني ده بيبقى روعه اهو اهو. مش عايزه اكتر عن كده، حطي دي هنا وناخد الايه الواحده التانيه القمر دي. عايزه افردها قوي، تبقى ايه عايزاها تبقى على قد شكل ال بس مش عايزه اكتر من كده. ناخد بقى اللحم هنا بصوا كده، تتقطع اربع ارباع تدخل للاطفال يقعدوا ياكلوا فيها، وحاجه بيتي وجميله. اعملوا زي ما انتوا عايزين، حطوا بقى جبنه موتزاريلا عليها، حطوا جبنه شيدر عليها، حطوا اللي حضراتكم حابينه وتضيفوه. الاضافه دي ترجع لحضراتكم لاذواقكم الخاصه، مفيش اي مشكله خالص اهو. بصوا بقى سكن كده هنا هنا كده من الحروف عشان ايه اعرف بس اقفله على ضيق كده زي ما حضراتكم شايفين كده كده كده. بسم الله بس اسكن العجينه. فلافي وجميله جميله جميله، تقدروا تحشوها اي حاجه اهو. لو حشيناها اجبان بس شدر وموتزاريلا هتطلع رائعه. هنمسح مسحه كده من الزيت، وكمان مهم العجينه ترتاح، احنا قلنا ساعه ترتاح، وكل ما تكوروها وتفردوا هتبقى ترتاح اكتر. بصوا ماسكه نفسها وحلوه ازاي اهو. يلا بينا. بسم الله هطلع بقى انا واحده من دول. بصوا كده تقلي كفايه كده، قولوا لي انتوا اللون لو تمام اطلعها. يعني تحبوا طيب ماشي. خليني ايه اللي تحت قربت، بس احنا ممكن نعمل حركه لطيفه نحط ده كده هنا واحط معاها دول، بما ان يعني ايه لازم بقى ياخدوا سواهم. حلو كده نبقى استفدنا من الميني بس شويه. خلاص هسيب دي بقى الفها الناحيه دي عشان تاخد الشكل، واللي فوق دي هلفها كده وايه ونسيب اللي معانا دي ما يجرى لهاش حاجه. خمس دقائق حضراتكم عايزين تشيلوها كده في الفريزر مش هيجرى لها حاجه. هنعمل اطباق فوم هنحط عليها دول كل واحده لوحدها او كل اتنين على حسب حجم الطبق، ونحط يعني ما بلاش تحطوا فوق بعض الا لما تجمد شويه اول واحده، يعني اول طبقه دي تجمد، وبعدين نبدا نحط كيس ثلاجه ونعمل كام طبقه كده وتتشال تتاخد تحط في الثلاجه تهدى بس تفك التجميده دي سنه، وبعدين نحطها تاني في الفرن. هتطلع ممتازه جدا
ووصفات بتبقى سريعه للولاد الحقيقه، مش شرط حضرتك تكوني في اي وقت او حضرتك قادرين تقوموا تعملوا عجاين دلوقتي. العجين ده ساعات بيبقى الواحد محتاج يبقى يعني ايه موده كويس وقادر يعمل ده بكل سهوله. طبعا من ضمن الحاجات اللي بحب قوي انظف بيها برضو الخل، انا معلش بما ان بقى حضراتكم معايا وفي الحلقه ما يجراش حاجه، اللي بيستخدم الرخام ابعدوا عنه دايما الليمون. الليمون بالنسبه للرخام هو اكتر عدو ليه. الناس اللي بتستخدم الليمون لازم تقطعه على كاتنج بورد او تقطعه على حاجه علشان تحموا الايه، تحموا دايما الرخام بتاعكم. وبعدين عايزين تلمعوا الرخام يعني بطريقه لطيفه، لما تحسوا كده انه دايما لونه ساعات مع الوقت كده من كتر الغسيل والتصبين تلاقوا لونه طفى كده بمنديل. بصوا انا دايما بعقم هنا الحقيقه كده بنعقم بالخل، طبعا غير ان اللي في الاستوديو اصلا بيحبوا يعملوا بالمنظفات الاول، بس انا عشان بستخدم اكل بخاف قوي حاجه تقع، عشان كده دايما تلاقوني على الكاونتر ما اخدش حاجه وقعت عليه الا لو ممسوح بخل. في الحاله دي ممكن ايه استخدم الحاجه اللي وقعت عليه، غير كده لا، لو باي منظفات اخرى قويه ما بعملش كده. فالتطهير ده مهم جدا. الخل ما فيهوش مشكله، الليمون بس على الرخام فيه مشكله. هتاخدوا منديل عليه نقطتين زيت زيتون او شويه زيت زيتون، حطوهم على الرخام وامسحوا بيها بشكل دائري، يا بفوطه قطيفه او بقطن او بمنديل زي ده بشكل دائري كده، زي عارفين العربيات لما بتيجي تعملها البولش بتاعها مش بتقولوا عليه بولش صح كده، بتتلمع بيبقى بشكل دائري كده، الولد بيقعد يعمل بشكل دائري، احنا عايزين نعمل كده لحد ما تتلمع الرخامه تماما. سيبوها هتقعد اسبوع معاكم تلاقوها رخام بيتشرب بقى الزيت ده شويه شويه، بس ما بقاش زيت زياده يعني انكم تحسوا بيه في ايديكم، يعني يبقى يا دوب تلميع بس تنور. بصوا كده يلا بينا اللي في الفرن دي تمام، بسم الله هطلع بقى انا هنا الكاتنج بورد دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر ما شاء الله، تسلم ربنا يسعدك يا رب اهو. وخليني ايه هدخل دي هنا، ومعلش اجيب اللي تحت، قولوا لي لو اللي تحت تمام، اللي تحت برضو ممكن يجي منها بس لا عايزه شويه، خليها شويه اهو 3 ثواني نقطع دي كده ونشوف اخبارها ايه في طبق جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه كمان الاطباق من تحت عشان تفضل دايما محافظه ان لونها هيفضل ابيض، لانه في ساعات ناس تهتم بغسيل الطبق من الوش وتسيب حاجات فيبدا يعمل جنب الحظوظ دي اصفر وكده، ما بقاش يعني لطيف عشان تحافظوا على حاجاتكم، دي حاجه مهمه برده ان شاء الله. يعني ايه كل ما يبقى فيه تفصيله كده صغنونه هنعملها مع بعض. بسم الله ناخد كده الايه، كان في سطور هنا يس. بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر. اوبا شايفين العجينه جميله ازاي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله قليل من البقدونس، لا يعني برضو تتاكل يعني رائعه. وبصوا بقى الميني منها الصغير ده، ويا سلام لو حضراتكم كنتوا حاطين مثلا شويه من الجبن هتستمتعوا بيها جدا. الولاد كمان هيتبسطوا بيها اكتر، عجينه معموله شغل اليد في البيت، ما عملناش حاجه، بسيطه وسهله، وممكن نعملها ونحتفظ بيها في الفريزر على فكره زي عجينه البيتزا. ممكن اخد ده كمان هنا، معلش اسمحوا لي ايه اخد اللفظ التاني، همسك كده ليه علشان تبقى وهنخلي دي مع العجينه التانية تمام اهو. شايفين بقى عايزين دي ازاي، دي ممكن بقى الاطراف انتوا لو مش عايزينها كده، دي ليها اطراف شويه شايفين العجينه جميله من جوه ازاي. اهم حاجه
ان حضراتكم تدوها بس وقتها في التخمير، تدوها وقتها في العجن، هتطلع ان شاء الله مع حضراتكم ممتاز. اعملوا بقى الصغننين دول للولاد وقطعوهم اربع تربع، تبقى مثلث صغير هيستمتعوا وهيتبسطوا جدا. حطوا لهم بقى اي سلطه جنبها، يعني بصوا هيسعدوا بيها قوي. انا النهارده حبيت تبقى الحلقه كده بسيطه ولكن من الوصفات برضو اللي محببه لينا كبار وصغيرين. فعملنا العجينه للحواشي الاسكندراني بطريقه جميله مخدومه في البيت بشكل حلو، وحشيناها زي ما حضراتكم شايفين. سوينا الحواوشي بطريقتين، طريقه في الفرن وطريقه على الجريل على البوتاجاز المصري بتاعنا، من غير ما تنزل سوائل، من غير ما العيش يطرى، واللحم استوى مظبوط وكل حاجه جميله. اتمنى يا رب تنول اعجابكم. دلوقتي بقى هستسمح حضراتكم، نطلع للفقره الطبيه في انتظار حضراتكم.